أنا استقلت طبعاً احتجاجاً على عدم موضوعية حزب الإنصاف في اختياره لقيادة بلدية قصر، وهذا ما هو جديد، هو مشان 2013 مرشح شاب ما قطريناه في قصر، ما قط شفناه ومشينا معاه. 2018 اقترح المتكلم بإجماع من طرف محمد الشريف والعبد الله وماتم تحمادي ومحمد الغالي والمعيوف أن يعود عمدة بلدية القصر، وعقب ذلك ما قد يخرج نتيجة نافذ هو اللي جاي بقى عصرين. ضرك سكان المعدل القصر كمقاطعة عريقة أنا ماني متحمله، وبالتالي قررت أني نجي لهذا الحزب ومشروعه وقيادة الأخ محمد ولا الشيخ محمد فاضل، وعني لين نحاول إن شاء الله تعالى نرد الاعتبار لهذه البلدية اللي ما احترمت من طرف الحزب ولا احترمت اختياراته. وقررت التخلي عن هذا الحزب كيف قلت والدخول في هذا الحزب من جديد، ومترشح له وراجي إن شاء الله تعالى عن ندور نعدل ذاك ساكنة القصر ذاك اللي دوره في بلدية القصر، ومتأكد ملي هم يعرفوني ميدانيا، أنا صرت أستاذ يا غير ملي نعرف لا العمل ميداني، وندور إن شاء الله ونشتغل أنا وهم اللي إن شاء الله نرد الاعتبار لمقاطعة القصر. باسم ائتلاف دولة العدل ممكن، مرحبين بالأستاذ والفاعل السياسي والإطار الكبير الشيخ المعلوم، نعتبره إن شاء الله جلب ليدي درج بار فيه مكانته المناسبة، وطبعا هذا الائتلاف قائم على ائتلاف بين مجموعة من الكتل السياسية، قيادة الائتلاف مشتركة بين مجموعة عناصره، وقيادة الحزب عنده الحزب الرئيس قاري وسيد الأمين العام باباه، والقيادة اللي يعني شيخ المعلوم قصده لله نعده في القصر إن شاء الله تعالى قيادة اللائحة في القصر، وبالتالي مرحب به من ضمنها وأهلا وسهلا به، ونتمنى إن شاء الله نقدمه كاملين أداء حسن إن شاء الله ووجهة نظر أفضل للسكان مقاطعة القصر.